مكملين بآخر فقرة من صباحنا غير. أكيد فرح نروح سوا لآخر محطنا من رحلتنا الصباحية لليوم. انتشر مؤخرا بشكل كتير كبير أخبار على السوشيال ميديا عن رجل عضه كلب شارد بمحافظة طرطوس، وكمان تتردد من الأخبار عن حالات وفاة بسبب عضة كلب وعن عدم توفر اللقاحات وصعوبة الحصول عليها. للوقوف أكثر على هذا الموضوع وتوضيحه معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس. صباح الخير دكتور. صباح النور. يسعد صباحك دكتور. صباح. بالبداية خلينا نعرف منك طبيا شو هو داء الكلاب وشو هي أعراضه؟ داء الكلاب هو من الأمراض المشتركة مع الحيوان، العامل المسبب فيه هو فيروس عصبي ينتقل عن طريق عضة حيوان مصاب، يصيب كافة ذوات الدم الحار، وإذا أصاب إنسانا فالنتيجة هي المرض والموت المحتم إذا لم تتم العلاج بالطرق السريعة والصحيحة. نعم دكتور، اليوم أخبار كثيرة عم بتقول إنه في تزايد لهجوم الكلاب وتعرض المواطنين لهذا الهجوم للحيوانات البرية، ما مدى صحة هذا الشيء وقديه يمكن بلغ عدد هذه الحالات إذا فينا نحن فعلا حصر وأحصاء؟ إحصائنا بالشهر الماضي تجاوزت عدد العضات 200 عضة. يتم العلاج والوقاية منها عبر مراكز مكافحة الكلب الموجود في المحافظة. يتم إعطاء المصل المضاد للكلب بالساعة القصوى ومن ثم يتم إعطاء اللقاح. حالات كثرة حالات العض لا أعتقد بأنها كثرة زادت، هي بنفس النسبة السابقة، لكن عند عدم توافر اللقاح بالطريقة الوافرة السابقة تبدأ القصص والشكاوي من العضات. تماما دكتور. كل العضات السابقة كانت تعالج ببروتوكول واضح هو الذي قلته منذ قليل، بوصول المصاب إلى مركز مكافحة الكلب وأخذه المصل ثم وضع خطة لأخذه اللقاح. الحيوانات الشاردة موجودة في الأرياف وموجودة في محيط المدن، يجب التركيز على مفارس مكافحة الكلاب الشاردة والحيوانات الشاردة في كل المحافظات وفي كل المناطق للمحاولة لاستئصال والتخفيف من المستودع الذي يسكن فيه هذا الفيروس الخطير. نعم دكتور، يعني مثل ما حكيت الأخبار بتزيد لما بيكون في عدم توفر للإبر العلاجية بالمحافظة، شو صحة هذا الموضوع وشو سبب عدم توفر الإبر العلاجية؟ سببه هو الحصار، هل هذه الحرب الكونية القذرة على بلدنا الحبيب سوريا، الحصار الذي يضرب حول المؤسسة الخارجية للتجارة التي المختصة بتأمين الأدوية للقطاع الصحي في سوريا فارمكس. نعتقد بأن هذا هو السبب الذي أدى إلى انخفاض مخزون الوزارة من اللقاح، وبالتالي نبدأ بالتقنين كي لا ننقطع من هذا اللقاح. دكتور إذا بدنا نحكي عن الإجراءات المتبعة للوقاية من هذه الظاهرة بدءا من الأشخاص وانتهاء بوزارة الصحة، فشو هي الإجراءات وشو هي النصائح اللي بتحب تقدمها اليوم؟ نأمل من كافة المواطنين التعامل الحذر مع الحيوانات الشاردة، وحتى الحيوانات المنزلية الأليفة يجب أن تكون ملقحة، إذا لم تكن ملقحة فيجب تلقيحها. الحيوانات الشاردة يجب التعامل معها بحذر والتخلص منها ما أمكن، تفعيل دور عمل المفارز للتخلص من هذه الحيوانات هو شيء جدا مهم وضروري، وعدم التعامل القريب مع الحيوان إذا كان الحيوان مصابا بالكلب فهو غالبا ما يصبح شرسا جدا ويهاجم بطريقة غير متوقعة بطريقة جنونية، لذلك يجب التخلص منه عن بعد إما رميا بالرصاص أو بأي طريقة تبعدنا عن التلامس مع هكذا الحيوان. نعم دكتور. طيب خلينا نحكي شوي، يمكن بعض الأشخاص ممكن يتعرضوا لهي الإصابة، هل في أعراض معينة ممكن الشخص يعرف من خلالها أنه هي الإصابة هي إصابة خطيرة وبحاجة لمعالجة صحية؟
عادة فترة الحضانة عندما يصاب الإنسان بهذا الفيروس، فالحضانة تمتد من أسبوعين ولغاية 3 أشهر، وقد تمتد في بعض الحالات أكثر عند الحصول على مصل من دون اللقاح. نعم. لا تبدو عندما تبدأ الأعراض، عندما تبدأ الأعراض فإن الوفاة تحدث خلال أيام معدودة. الأعراض هي قد تكون أعراض هيجان شديد، رهاب ماء، رهاب هواء، أي أن المريض لا يستطيع الشرب أو يتحسس من أي تيار هوائي، بالإضافة إلى أعراض أخرى كاختلاجات وميل للهياج الشديد أو النوم الشديد. هذا المظهر الهيجاني. أما المظهر الآخر فيبدو فيه الشلل السريع، أي أن المريض يتعرض لبعض الاختلاجات ومن ثم تبدو عليه أعراض الشلل والتي ينتهي بالوفاة. طبعا كله خلال أيام بعد ظهور الأعراض البادرية. نعم. يعني دكتور عم نحكي عن خلينا نقول مرض أو ظاهرة ممكن هي مرعبة للمواطنين ومخيفة، خاصة أنه في نقص بهي الإبر العلاجية بسبب الحصار مثل ما تفضلت وحكيت، لكن اليوم شو هي الجهات المطلوب منها تشبيك ومساعدة وزارة الصحة إن كان لتقليل عدد هي الإصابات وإن كان لتأمين العلاج وإن كان حتى لتوعية المواطنين؟ الإصابات لدينا في طرطوس لم يتم إثبات، لدينا حالتين مشتبهتين فقط بالوفاة بالكلب. الأولى حدثت الوفاة منذ الشهر، والوفاة تشخيصيا سريريا نقول إنها مثبتة، والحالة الثانية هي قيد العلاج في مشفى بانياس الآن ولم تتم الوفاة بعد. هذه عدد الحالات من خلال كل هذه العضات التي انتشرت في الأرياف. لكن أعيد وأكرر بأن الحذر واجب، وأن التعامل مع هكذا حيوانات شاردة يجب أن يكون حذرا جدا، ويفضل التخلص منها ما أمكن. نعم دكتور، قبل ما نختم شو بتحب توجه نصيحة يمكن لكل المواطنين يلي عندهم تخوف كبير من الإصابة بهالداء؟ على المواطن أن يكون حذرا، وعلى الجهات المسؤولة أن تفعل آليات عملها. دور وزارة الصحة هو دور في التأمين الوقائي والعلاج، لكن دور مفارز مكافحة الكلاب الشاردة والتي مرجعيتها البلديات والأقسام الشرطية تفعيلها ضروري جدا لكي نتخلص من هذه الحيوانات، بالإضافة إلى دور مديرية الزراعة بسبر الحيوانات الشاردة لتشخيص إن كانت هذه الحيوانات الشاردة المتواجدة في المساحة الجغرافية هي مصابة حاملة لهذا المرض أو لا سليمة. نخص بالذكر أهم شيء، أن نعلم أن الخفافيش هي مستودع طيار ومتنقل لهذا المرض. دكتور